السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سامي بطيب في الكورس 3 تاع الجاد. في هذا الكورس من توتوريال تاع الجاد ان شاء الله رايحين نشوفوا كيفاه رايحين نكرييو ان اجون ونلونسيوه ابارتير لاجون تاعنا اللي راه عندنا. بون، هذا اللي شفتوه، ندخلوا للتيتو جاد هنايا كما راكم تشوفوا. هذا الفيرست ايجنت اللي درناه المره اللي فاتت. يسمى احنا كي لونسيوه من هنا نكريو المين بار اكزامبل سي مين كلاس، نكريو ان كلاس مين نسميوها بار اكزامبل مين بابليك ستاتيك ونديرو فينيش بار اكزامبل هنا كما راكم تشوفوا باش لونسيوه بلا كونفيغوراسيون. بون، اول حاجه اللي هي نديروها نكريو انستانس من ران تايم ما تنساوش رانا في البروجي وين درنا في بويد باث درنا فيه الجاد ران تايم ار تي. نكريو انستانس منه ران تايم انزل هي دوت انستانس كما راكم تشوفوا. نجيو نكريو اون فاريابل بروفايل تمبل بروفايل كما راكم تشوفوا. نديرو له امبورت بروفايل جاد دوت كور، نديرو كونتينر كونترولر سي سي بار اكزامبل. نروحو للران تايم دوت كرييت كونتينر، نديرو البي بار اكزامبل هنا بي دوت سيت بارامتر، نقدروا نديروا له سيت بارامتر. واش هي بروفايل دوت هوست بار اكزامبل مين هوست بار اكزامبل، واش نديروا لها هنا، نديروا لها لوكال هوست بي دوت سيت بارامتر. هنا نزيدو ان اخر بارامتر اللي هو تاع جرافيكال يوزر انترفيس بي دوت سيت بارامتر. واش نديرو، نديرو بروفايل دوت جي يو اي ونديرو ترو باسكو دوزيام بارامتر سترينغ، لازم نديروها في سترينغ. بون، ici ما نديرش create agent container par exemple، ندير dot create main container باسكو ما عنديش main container لهنايا انا، ونحط له البي بارامتر بي. بون درك ندير agent controller وندير واسي بار اكزومبل هنا باش نيكزيكوتي لاجون تاعي. واش ندير، ندير سي سي دوت كرييت ايجنت ونحط له البارامتر الاول هو اسم تاع لاجون تاعنا فيرست ايجنت بار اكزومبل ان، وندير دوزيام بارامتر الكلاس تاع ايجنت تاعنا. واش هو الكلاس تاعو كما قلنا، الكلاس تاعو هو مكاينش عندو كلاس يسمى كاين عندو كلاس ديزولي تيتو بوان فيرست دوت فيرست دوت فيرست ايجنت. فوالا لي بارامتر ديرهم نيل. بون هنا وقال لي تراي كاتش، خليه ساعة مش تراي كاتش، نروح
ندير اسي دوت ستارت اسي اسي نسوى اسي دوت كرييت ايجنت نكزيكتيب باش نشوفو ران اش جافا ابليكيشن نكزيكتيب كوم اون ابليكاسيون جافا اي فوالا ابليكاسيون تاعنا رايحه تيكزيكيتا هلاو جايد ام ذا فيرست ايجنت تيكزيكيتا بريمي اجون مانتنون شوفو البلاتفورم تاعنا نلقاو لي زاجون راهم كيما هكا تيكزيكيتات كامل خلي نعاودو وباش نشوفوها من هيه في لاجون تاعنا في فيرست ايجنت تاع المره اللي فاتت نحيو دو ديليت ديرنا لاجون تاعنا فوالا نيكزيكوتيف كي نيكزيكوتيف ونشوفو هلاو جيد ام ذا فيرست ايجنت فوالا خلينا نشوفو لاجون تاعنا فيرست ايجنت فوالا فيرست ايجنت بار اكزومبل حاب نكري 5 اجون بار اكزومبل نمشي لهنا ندير دير لوب بيان بوكل انت اي ولا من الان اي صغر من 6 اي بلس بلس فوالا كرييت ايجنت ونجيو هنا ونبدلو الاي فوالا ماتنون نيكزيكيتيو ونشوفو لي زاجون تاعنا ها هما كي اكزيكيتيو في الكونسول كيما راكم تشوفو نشوفوهم هنا فوالا لي زاجون تاعنا فيرست ايجنت 1 فيرست ايجنت 2 فيرست ايجنت 3 فيرست ايجنت 4 فيرست ايجنت 5 لي زاجون لي 5 وكيما هكا نكريو لي زاجون اللي نحتاجوهم الى هنا ينتهي الدرس تاع اليوم الكورس تاع اليوم في الجد اي استفسار ولا ممكنكم طرحوه وان شاء الله رايحين نجاوبكم عليه في درس واحد اخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاشتراك بالقناه سامي بالطيب في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.